كلية الحقوق، شاركت في تنظيم الدورة هذه، دورة الأعداد لاجتياز مناظرات، مناظرة المحاماة والقضاء. نحب نشكر جميع اللي شاركوا من قضاة وأساتذة جامعيين، ونشكر زيادة الطلبة اللي شاركوا في الدورة هذه، وكانوا يعني معناتها جديين والتزموا بالحصص وعجبهم معناتها التكوين هنا. نحب زيادة نأكد اللي صارت دورة أولى يعني تحضيرية، الدورة هذه ثانية كانت أفضل من الدورة الأولى، معناتها كان عندها إقبال من طرف الطلبة وإقبال من الأساتذة الجامعيين ولي فورماتور، معناها الأساتذة والقضاة اللي شاركوا في الدورة هذه كان أهم وأكثر. اخترنا أفضل الأساتذة الجامعيين وخيرة القضاة اللي شاركوا في التكوين هذايا. نتمنى أنه يكون فما إقبال في الدورة الثالثة أكثر وأهم من قبل الطلبة، لأنه هذا يعاونهم برشا لاجتياز المناظرات ويعطيهم فرص أكثر في نجاح في المناظرات اللي تتعلق بالمحاماة والقضاء. نشكر كل المنظمين في بوليتيك انترناسيونال اللي هما عاونونا باش ننظموا الدورات هذه التكوينية، بطبيعة بوليتيك انترناسيونال ولواد بزنس سكول، وإن شاء الله يكون فما إقبال أكثر وأكثر باش يكون الفرصة متاحة أكثر لطلبتنا للنجاح في المناظرات هذه الوطنية.